معانا مين يا جماعة؟ الأستاذ عماد إمام، المستشار الإعلامي للشركة المصرية للمطارات. مساء الخير يا فندم. يا فندم، أنا بشكر حضرتك على التواصل معنا عشان عايزين نعرف حقيقة ما قيل من إن الشركة المصرية للمطارات اللواء طيار عادل محجوب رئيس مجلس الإدارة رفض تواجد خبراء روس دائمين بالمطارات المصرية مقابل عودة الحركة الجوية والسياحية بين البلدين. الخبر صح ولا غلط؟ أنا عايز أقول لسيادتك على حاجة، بس إن أولاً اللواء عادل محجوب، سامع حضرتك، اتفضل. سامعيني يا فندم؟ يا فندم اتفضل. بالنسبة لصراحات اللواء عادل محجوب، إحنا أولاً المطارات بتاعتنا آمنة تماماً، وبيتم فيها التفتيش الأمني على أعلى مستوى، وإحنا بالنسبة للجانب الروسي حضرتك إحنا ما نقدرش نملي عليهم شروطنا، ولا هم من حقهم يملوا عليهم شروطنا. احنا مستعدين لاستقبال الطيران الروسي في اي وقت، ولكن الجانب القصه اللي سيادتك بتتكلم عليها دي، يعني اصلا وجود خبراء الروس على وجود ارض المطارات المصريه، ده شان ما يرجعش للشركه المصريه للمطارات. في اصلا مختصين في هذا الشان، هم اللي ممكن يقولوا او لا، ولكن الشركه المصريه للمطارات والمطارات. مين يا فندم اللي مختص يقول ايوه او لا؟ معلش تاني، في جهات امنيه حضرتك مسؤوله عن هذا الشان. يعني مش حضراتكم اللي واخدين القرار ده، الجهات الامنيه اللي خدت القرار ده؟ هو القرار لسه ما اتخذش، ما فيش اي مكتبات رسميه بتقول هذا الكلام لحتى الان. ما يا فندم، يعني هذا الكلام صحيح ولا لا؟ انا بسال حضرتك على فكره، لكن انا مش هقول ايه. ما فيش مش صحيح، ما جالناش اي مكتبات رسميه تثبت هذا الكلام. يعني لا صحه لرفض الجانب المصري لوجود خبراء روس في المطارات المصريه. انا عايز اخد عنوان بس. ما انا بقول لي معلش، ما فيش اي مكتبات رسميه وصلت المطارات من الجانب الروسي تؤكد وجود خبراء روس على ارض المطارات المصريه. يا فندم يعني اتحملني، انا مش قادر افهم، يعني مفيش تصريح كده زي كده قاله اللواء طيار عادل محجوب؟ مفيش اي كلام قريب او من بعيد عن هذا الامر؟ ما رفضناش، ما اتطرحش، ما اتقالش؟ اللواء عادل محجوب، اتفضل يا فندم، سامعاك. اللواء عادل محجوب يا فندم كانت تصريحاته واضحه جدا، بتقول ان احنا حتى الان لم تاتي الينا اي مكتبات او خطابات رسميه تؤكد وجود خبراء روس على ارض المطارات المصريه. طب الطرح ده في اجتماعاتكم مع الجانب الروسي؟ الطرح ده هل قالوا ان احنا موافقين نرجع بالسياحه بشكل كامل، بس مقابل ان كنتوا توجدوا يعني توافقوا على وجود خبراء روس في المطارات؟ ما حصلش يا فندم اي اجتماعات بين الجانب المصري والجانب الروسي، خصوصا بخصوص الطيران المدني او جزئيه الطيران المدني بالنسبه للشركه المصريه للمطارات. ما فيش اي اجتماعات حصل بين الجانب الروسي والجانب المصري في هذا الشان. ايوه، بس وسائل اعلام روسيه قالت ده، وزير النقل الروسي قال ان بلاده سترسل. وسائل الاعلام الروسيه تقول زي ما تقول يا فندم، احنا مش مسؤولين عن وسائل الاعلام الروسيه تقول ايه. طيب هسالها بشكل تاني، اذا الروس كان ده شرطهم وجود خبراء دائمين في المطارات المصريه، حضراتكم موافقين ولا رافضين؟ برضه الشأن ده لا، ما يخش يعني ما يرجعش اصلا الشركه المصريه للمطارات، ما لهاش يعني ايه رد على هذا. بس حضرتك كنت بتقول لي من شويه ان احنا موقفنا لا هم يقولوا لنا شروطهم ويملوا علينا، ولا احنا نقول لهم شروطنا ولا نملي عليهم، هذا معناه ان يا فندم انا عايز اقول معلش على حاجه، في جانب اصلا الجانب الامني هو والدوله هي اللي تقول هذا الكلام، وليس يا فندم دراسه الدوله. رأس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه حينما حدثت حادث الطائرة الروسية وهو رايح شرم الشيخ، وقف في المطار وأدلى ببعض التصريحات لوسائل الإعلام المصرية، أعتقد التلفزيون المصري أصلا، وقال إن ليس لدينا مانع من وجود ناس وخبراء ويجوا ويشوفوا ويعملوا كل حاجة. الرئيس بيقول كده، هو في حد هيبقى خايف على أمن البلد أكتر من الرئيس؟ في حد بيتحمل مسؤوليه سياسيه اكتر من الرئيس؟ كلنا بنتابع تعليمات يا فندم، واذا جاءت تعليمات اصلا بالنسبه للشركه المصريه في هذا الشان كلنا هنيت بعضهم سلام. ولكن حتى الان انا باكد لحضرتك بالنسبه للمطارات المصريه ما فيش اي حاجه بالنسبه للوجود خبراء روس على ارض المطارات المصريه. وحضرتك بتقولي بشكل واضح ده مش قرارنا، ده قرار الاجهزه الامنيه. ده قرار الاجهزه الامنيه. انا احترم هذا العنوان، يعني هاخد العنوان ده. حضرتك بتقول لي كمتحدث لمجلس اداره الشركه المصريه للمطارات ان مساله وجود خبراء روس في المطارات المصريه هو قرار امني وليس قرار يتعلق بمجلس اداره. وبزيد على كده بقول لحضرتك ان مفيش بقول لحضرتك مفيش اي حاجه جات لنا رسميه بالكلام ده.
طيب يا فندم انا بشكر حضرتك الاستاذ عماد امام المتحدث الاعلامي لمجلس اداره الشركه المصريه للمطارات، وخليكم فاكرين قوي كلام الرئيس اللي قاله ليس لدينا مانع. انا ارجو ان كنت اقدر اجيب لكم التصريح دلوقتي، هندور عليه. ليس لدينا مانع من وجود خبراء في المطارات المصريه، لا علاقه لهذا الامر بفكره السياده الوطنيه. ليس هناك اي دوله هتخلي خبراء موجودين في مطاراتها ويبقى ده تعدي على السياده بتاعتها. الدنيا بتتغير، هذه المفاهيم التقليدية، الناس دول مش جايين المطارات بتوعنا بتاعتنا علشان يحتلونا أو يحتلوا المطارات دي. أرجوكوا كلام تاني. نروح لحوارنا مع دكتور علي الدين هلال، والحقيقة أن أنا سعيدة جدا بوجوده معانا النهاردة. فكر سياسي كبير، أستاذنا كلنا، أستاذ العلوم السياسية، دايما تلامذته يقولوا عليه ان هو عميد العلوم السياسية، كان عميدا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان وسيظل احد اهم المفكرين واساتذة العلوم السياسية، ليس فقط في مصر ولكن ايضا في الوطن العربي وايضا اقليميا. سعيدة جدا بوجوده معنا النهاردة، وهنفتح معاه ملفات كتيرة جدا واسئلة كتيرة جدا تتعلق بمسار الدولة المصرية.